الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا أيضا عن آفات هذا العضو، هذه الجارحة التي بها الشقاء وبها السعادة. العين والأذن، هذان العضوان لا ينشئان شيئا، يتلقيان الأشياء، عضوان مستقبلان، ولكن اللسان عضو مصدر، عضو ينشئ المعنى إلى درجة هذا العضو رغم أنه يحدث أمواجا في الفضاء، بعض الأوقات هذا العضو تأثيره في الإيذاء والجرح أكثر من اليد. الشاعر يقول: جراحات السنان لها التيام، ولا يلتام ما جرح اللسان. يتفق إنسان مثلا يتجاوز على زوجته، يضربها ضربا بغير وجه، بعد ساعة ترجع إليه كأنه لم يقع شيء، ولكن مزاحا جدا يطعنها في شرفها. مثلا يتفق الرجل سيء الظن، يتخيل، يتوهم، وامرأة مؤمنة عفيفة إذا قال قولا من هذا القبيل إلى أن تموت وهي لا تنسى. إذن الضرب نسي، ولكن الكلام الجارح لم ينسى. اتفاقا البعض اعترف من خلال الرسالة، اعترف يريد مثلا أن يحذر زوجته من حرام، يقول: رأيتك في المنام كذا وكذا مناما كاذبا، ليخيفها. هذا يجوز، هذا أيضا كذب. إن أردت أن تكون مؤثرا في كلامك لا تلجأ إلى الحرام وإلى الكذب. سأل الله عز وجل أن يلين قلب من تريد، لا أن تكذب. الرواية: من كذب في حلم كلف الله يوم القيامة أن يعقد بين الشعرتين. كيف يمكن يعقد بين شعرتين؟ يظل سنوات وسنوات وهو يحاول. يقولون: هذا جزاء كذبك في الحلم، كذبت في المنام، الآن اعمل هذا العمل، نوع من أنواع التعذيب يوم القيامة. إنسان يريد أن يصلح بين الشخصين، هناك بعض الفتاوى تجيز، ولكن عليك بالتورية. إنسان له خلاف مع زوجته، في يوم من الأيام، أيام شهر العسل، كان يظهر حبه لها، هذا أمر واقع. الآن وهما في سن الأربعين والخمسين، لو قلت للزوجة: زوجك، زوجك قال عنك كذا وكذا، من دون أن تذكر التأريخ، هذا كلام صادق. زوجك مثلا يحبك لوصفه الإيماني، مثلا المؤمن إن أراد أن يصلح هكذا. اتفاقا في القرآن الكريم وردت التورية ليكون مثالا للمؤمنين. نعم، جماعة يوسف، أعوان يوسف، قالوا: أيتها العير إنكم لسارقون، وهم ما سرقوا شيئا، اتهموا. نعم، قالوا إنهم سرقوا يوسف من أبيه، لا أنهم سرقوا صواع الملك. الرواية لطيفة تقول: ألا ترى أنه قال لهم: ماذا تفقدون؟
قالوا نفقد صواع الملك، ما قال سرقتم صواع الملك، فقدنا. هم طبعا أخذوا الصواع هكذا، ما نسبهم إلى السرقة إلى الفقد تورية. نعم، هناك أيضا رأيت في بعض العبارات إذا أراد إنسان أن يطيب قلب مؤمن، انظروا للواقعية، أنت قلت عن مؤمن كلاما غير طيب، قلته حقيقة. صاحبنا الذي تكلمت في حقه قال يا فلان تقول عني كذا وكذا، رحم زوج زوجة، بإمكانك أيضا أن تدفع عن نفسك التهمة. هذا الذي أقوله ورد في كتب الأخلاق، تقول إن الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء، ليعلم ما قلت، تعني هنا الذي قلت، وأنت صادق لا تستعمله بمعنى النفي. الله يعلم ما قلت، هذا كذب. الله يعلم ما قلت، هذا صدق، وفي نفس الوقت دفعت عن نفسك التهمة. بهذا إنسان قد يحصن حياته الأسرية. زوج قال عن زوجها كلاما غير طيب، ولكن بهذه الجملة يدفع عن نفسه ذلك. ينقل عن النبي الأكرم أنه كان يستعمل هذه الصيغة ملاطفة، الرواية المعروفة لا تدخل الجنة عجوز، عجوز قال لها النبي لا تدخل الجنة عجوز، بمعنى أن العجوز قبل أن يدخل الجنة يعود إليها شبابها. أو قال عن رجل لامرأة في عين زوجك بياض، وطبيعي في كل إنسان في عينه بياض، هي فهمت أن كل العين فيه بياض وهكذا. إذن الملاطفة بين المؤمنين أيضا بما لا يخرجه عن الحق قد يكون من هذا القبيل. من مصاديق الكذب، وهذا أيضا بحث مهم، أن تكون كاذبا في وعدك. جاءك فقير قال أعطني شيئا، يتفق هذا المعنى، لا تريد أن تعطيه، تقول ائتيني غدا أعطيك شيئا، وأنت تنوي ألا تعطيه. هذا بعض الفقهاء يراه هذا حرام، أن تقول هكذا تعده وعدا ولو احتياطا وجوبيا. إن وعدت كن صادقا. أنت الآن متردد، تقول ائتيني غدا لتفكر، ما المانع؟ قل ائتيني غدا أفكر في الأمر إن شاء الله، اجعله معلقا على التفكير وعلى غيره. إذن المؤمن في مقام الوعد أيضا يكون دقيقا وصادقا. ما هي علاقة الكذب بالرزق؟ الرواية المعروفة التجار هم الفجار، إلى هنا نحفظ الرواية. وبعض التجار ينزعج من هذه المقولة، ولكن الرواية تتم. قيل يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع؟ المرابي فاجر، البائع أيضا فاجر. فقال نعم نعم أحل الله البيع، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. إذن التاجر في معرض الحرام أن يقسم وأن يكذب على بضاعته، هذا أيضا من المحذر مما ورد عنه التحذير في الشريعة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لا يجد العبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. المؤمن ما له والكذب حتى في مقام الهزل، هذا أيضا مما يحذر منه. رواية أو كلمة أو ما قبل الأخيرة، هناك آية في القرآن الكريم
في سورة الصف البعض تحير في معناها. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ما معنى هذه الجملة؟ حقيقة بعض الآيات لو سألت عنها جميع المسلمين ممن يقرأ القرآن يقول لا أعرف معناها. ما معنى هذه الآية كبر مقتا؟ المقت هو البغض، هو هكذا الإعراض، كبر مقتا. وعند من؟ عند رب العزة والجلال. بأي شيء؟ أن تقولوا ما لا تفعلون. قيل فيه معنيان: أن تقولوا ما لا تفعلون أن تدعي شيئا وأنت لا تفعله، تقول صليت الليل وأنت ما صليت. بعض الشباب بعد البلوغ ليس له عقل ناضج، هكذا يقول أنا صليت وهو ما صلى. إذن أن تقول ما لا تفعل أي أن تكذب. وقيل في معنى الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقول سأفعل كذا وأنت عند العمل لا تفعل، تقول شيئا في مقام التنفيذ لا تعمل أي لا تفي بوعدك. وقيل في هذه الآية أنها نازلة في مورد الجهاد. قالوا يا رسول الله يعني سنقول نعم أحب الأعمال، وعدوا النبي بالجهاد مثلا، فلما نزلت آية الجهاد تخلفوا عن الحرب وعن الغزوة مع النبي، وعدوا أن يفعلوا هذا العمل الذي يقربهم إلى الله عز وجل وما فعلوا. وأخيرا كيف نعالج الكذب؟ اتفاقا في الصحة المدرسية بحث الكذب مطروح، في كتب الأخلاق يطرح، في الخلافات الزوجية، في الاستشارات الأسرية، بعض الزيجات، بعض الزوجات أو الأزواج يدمن على الكذب. سمعنا زوجة تشتكي على زوجها: زوجي يكذب في كل شيء، في الضرورة وغير الضرورة. البعض له هكذا مرض، ماذا يصنع؟ كل ما قلناه في جانب، الآن العلاج. عادة في كتب الأخلاق يذكرون علاجا ثابتا لكل الأمراض: النظر، الغيبة، البهتان، النميمة، الظلم، كل أنواع الحرام يقولون تدبر العواقب. العواقب في الدنيا وفي الآخرة. الحرام له أثره في دار الدنيا. أنا أقول عادة للشباب قبل أن يتزوج: أنت عندما تنظر إلى الحرام إلى سن 20 و25 و30، هذا ذاكرته مشبع بآلاف النساء الجميلات الفاتنات. عندما تزف له العروس، عندما ينظر إلى زوجته حقيقة لا يراها شيئا، بل يراها قبيحة في نظره. ولهذا تأتي الشكاوى في الأسبوع الأول، يبدأ الانفصال، الزوج يعترف: عندنا زوجتي لا ينقصها شيء ولكن لا أميل إليها، لأنه تشبع بالحرام، هذه الزوجة لا تغري. إذن البعض يدمن على الحرام الكذائي، كذا يوجب لنفسه الاحتلام والاغتسال. الحرام المعهود عند الشباب: يتزوج لا يستأنس بزوجته، يمارس الحرام الذي كان معتادا عليه. إذن في الدنيا كل حرام له عواقبه، وفي الآخرة تكذب أياما قلائل لتقف أمام رب العالمين منكس الرأس،
وخاصة الحرام الذي لا ثمرة فيه. مرة تاجر يقسم على سلعة يبيعها بألف دينار زائدا، ومرة إنسان يكذب ويقسم من دون أن يكسب شيئا، كم هذا الإنسان سخيف. إذن تذكر العواقب في الدنيا والآخرة من موجبات الارتداع. يقولون أيضا من موجبات ترك الحرام أن تعاشر الصالحين، أن تعاشر الصالحين. سمعت من أحد مراجعنا الماضين أن فلانا من العلماء أراد أن يتأكد، كونوا معي هؤلاء بشر ولكن إلى أين وصلوا؟ المعصوم حسابه معلوم، ولكن الكلام علماء الأمة اقتدي بهم. يقول سمعت العالم الفلاني لا يرتكب المكروه أبدا لا الحرام، عاشرته فترة من الزمن رأيته كذلك، لم أرى في حياته مكروها فضلا عن الكذب. إذن معاشرة الصالحين تجعلك كذلك. اتفق في مجلس أحدهم اغتاب أحدا غيبة متعارفة، السامع نعم أوقفه عند حده. عندما ترى مؤمنا ينفعل أمام الغيبة هذه الحركة تجعلك أيضا مثله، إن سمعت غيبة مؤمن تدافع عن معاشرة الصالحين إجمالا، ولهذا حضور المساجد في هذا السياق. حضور المسجد مطهر للباطن، رب العالمين يلتفت إليك ويطهرك من الآفات، يزهدك في الحرام. كم من الشباب داوموا على الصلاة في المسجد، بعد فترة جاءوا وقالوا من دون موعظة تركنا الحرام، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إلهي بحق أوليائك الصالحين من عبادك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، نجنا من مضلات الفتن، اعصمنا من الذنوب، إنك على كل شيء قدير. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.